ابو اسلام معايا؟ ابو اسلام يا فندم. اهلا بيك يا ابو اسلام، اتفضل. ابو اسلام، الله يكرمك، ازيك يا استاذ احمد، عامل ايه؟ تمام بخير الحمد لله، ربنا يعزك يا رب. الله يبارك في عمرك. والله انا اولا بعزي اهلي واخواتي في قريه البلابيش، مركز اولاد طوق شرق دار السلام سوهاج، وربنا يا رب يصبر اهلهم، وبعزي اخواتنا الاقباط وشركائنا في الوطن وشركائنا في البيت وشركائنا في اللقمه اللي احنا بناكلها، وبقول لهم قلبي عندكم، وان شاء الله ربنا يصبركم يا ربي، وان شاء رب العالمين. يعني بجد يعني المأساتين كبار، فالواحد مش لاقي كلام يقوله يعني او كلام يعبر بيها عن المصيبه اللي احنا فيها يا استاذ احمد. طيب أبو إسلام، يعني يمكن الموضوع حصل من بدري ودخلنا في اليوم الجديد ولم نسمع حتى هذه اللحظة عن مثلا إن مسؤول عنده دم قال لك أنا بعلن استقالتي، أو دولة حازمة وحاسمة تقول سيتم إقالة فلان أو تم إقالة فلان الفلاني، أو إعلام تكلم عن هذه القضية، قضية ضياع حقوق المصريين وإهدار كرامتهم وأصبح المصري بلا قيمة في وطنه. تعليق حضرتك. والله يا استاذ احمد انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا حاليا واخد بالك ما لناش الا الله سبحانه وتعالى، انما عشان تقول لي مثلا في وزاره جديده ولا في حد هيتكلم علينا ولا يقول انتوا ناقصكم ايه ولا انتوا جعانين ولا انتوا نمتوا ولا انتوا ما نمتوش ولا اي حاجه تخصنا يا استاذ احمد، ما افتكرش انك هتلاقي الكلام دوت خالص خالص في الايام دي. احنا يا استاذ احمد يعني اللي انا اعرفه، انا على فكره انا راجل عامل، يعني حتى لو معلش لو مش عارف اتكلم مع حضرتك فده على قد مستوى تفكيري بقول لك وعلى قد استنى مستوى بس، تعليمي. واحدة 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 واحدة، يعني مش عارف تتكلم مع حضرتك؟ ده انت حضرتك على دماغي من فوق، وشرف ليا ان انا اصلا كاعلامي اتكلم معاك كمواطن مصري. انت بتتكلم زي الفل يا عم الحاج، وما شاء الله عليك، كلامك الله منمق، يبارك فيك، كلامك رائع، وشرف لاي اعلامي انه يتكلم مع مواطن مصري زيك. العمال دول على دماغنا من فوق، احنا من غيركم ولا حاجه. الله يبارك في عمرك يا استاذ احمد، الله يبارك الله في عمرك. يكرمك. احنا يا استاذ احمد على فكره واخد بالك، انا عن نفسي انا شايف ان مصر حاليا زينا زي غزه بالظبط، هم محتلين واحنا محتلين، واخد بال حضرتك؟ يعني انا بكلم حضرتك يا استاذ احمد، شوف انا يعني هو بيقول لك ان المصايب ما بتجيش فرادا، يعني ما بتجيش كده كل واحده لوحديها. انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ احمد، والله انا عن نفسي لو قالوا لي شيل لك مصيبه من دول، انا مش لاقي مصيبه هتبقى على قدي ولا على قد حجمي والكلام ده. احنا عندنا مصيبه في البلد يا باشا واخد بالك، اسمها محور الظهير الشرقي والظهير الغربي والقصه دي. انا عايز اقول لك لو حد قاصد ان يخرب الارض ويخرب المنطقه بتاعت مركز دار السلام ده يا سعاده الرئيس، ما افتكرش ان هيعرف، لو قاصد فعلا يخرب ما يعرفش يعمل كده. لما يجيب لك المركز اكنه تعبان انا وداخل والله شمال وداخل بشكرك، يمين وكل وداخل. الورق اللي انت عايز تجيبه او الفيديوهات اللي انت عايز تبعتها، عندنا برامج بتهتم بصندوق شكاوى المواطنين وتفاعليه ايضا وفيها اتصالات، ممكن تبعت لهم الفيديوهات دي وهيكون في مساحه اكبر لدوت في نقاش المشاكل الخاصه بيكوا كمواطنين وككرة وفي كل محافظات مصر. عندنا برنامج بيهتم بهذه الامور، ابعت على قناه الشرق وعلى الارقام دي وان شاء الله تلاقي مساحه اكبر واهتمام اكبر في اكثر من نافذه على قناه الشرق. بشكرك شكرا جزيلا يا ابو اسلام. طيب معانا اتصال اخر. طيب انا عايز بس اوريكم قبل ما نكمل اتصالات، عايز برضو اقول ان انت دايما كمواطن وان احنا كمصريين بنقف جنب بعض وبنقف في الطابور واحنا اللي بنشيل بعض، وده اللي هيثبته الفيديو ده. انا ما اقدرش اعمل حاجه، انا عندي 67 سنه ما اقدرش اعمل حاجه، هم شباب المنطقه هم اللي طلعوا وطفوا وعملوا لحد ما جت العربيه بتاعت المطافي، بعد كده عربيه الاسعاف. بتقول مين يا استاذ؟ بيقول لك شباب المنطقه. طيب ماشي والله، ما شباب المنطقه حلوين ويعملوا كل حاجه، بس فين الدوله؟ فين مؤسسات الدوله؟ فين امكانيات الدوله؟ هو انا امتى هتحرك كدوله وامتى هتحرك كحكومه لمواطنين مصريين في كارثه اكبر من دي؟ امتى هتحرك؟ امتى هتحرك؟ امتى لحد امتى هيظل الشباب والنساء والاطفال هم اللي بيقفوا جنب بعض في الكوارث والمصايب اللي سبب فيها رئيسي سوء التخطيط من الدولة؟ لإمتى هنفضل ندفع الفاتورة؟ طيب
معنا اتصال من ايطاليا، استاذ علي برحب بيك، اتفضل يا استاذ علي. اهلا وسهلا يا استاذ احمد، الحمد لله على السلامه في قناه الشرق يا فندم، متشرفين بحضرتك. الله يسلمك، الشرف ليا ولكل جمهور الشرق. بشكرك شكرا جزيلا. في ايطاليا من 28 سنه، انا عندي 51 سنه، انا والدي توفت في احدى مستشفيات مدن القناه بسبب تشخيص طبي خاطئ من دكاتره صغيرين في السن، والتامين الصحي بقينا ناخد عيادات خاصه فوق الكشوفات في احدى مدن القناه، ما اقدرش اقول انا منين. تمام. لان للاسف لسه معايا الباسبور الاخضر، ما اعرفش المكالمه هتتسجل ولا ايه القصه، للاسف عشان بعض اخواتي في اسماعيليه يعني ما يسمعوش. المهم بقينا نكشف فوق المستوى، فوق الفلوس، لدرجه بيني وبين اخواتي شكينا في بعض في الفلوس، ان الفلوس دي كلها راحت للدكاتره والادويه اللي معموله تحت السلم. يا ريت تتكلموا عن التامين الصحي في مصر. انا بعد ما والدتي توفت بقيت اروح انا بنفسي انزل من ايطاليا اتفرج على الوضع، وضع مؤسف. واحد اثنين، تعزيه لكل الناس اللي ماتت في الكنائس. أيوة. هنا الدكتور بيقول مصطفى مدبولي او اي وزير ان الاسعاف وصلت بعد دقيقتين، ما حصلتش في اوروبا. انا أيوة. متربي في شوارع فرنسا والمانيا، ومتربي في شوارع ايطاليا من 98، ما حصلتش في اوروبا. انا جاي هنا وانا عندي 17 سنه، ما حصلتش في اوروبا ان الاسعاف تيجي بعد دقيقتين او مطاف تيجي بعد دقيقتين، ما حصلتش في اوروبا. اوروبا السبع دول الاوروبيه اللي هم المانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال، ما حصلتش ان انا. المشكله ان هم لما بييجوا يبالغوا عشان يثبتوا حسن نيتهم بتطلع منهم اوت للاسف. كله طالع ياخد اللقطه، بقول لك ما حصلتش في اوروبا يا استاذ احمد، انا عندي 51 سنه شعري دقني ابيض، ممكن ابعت لك صوره، ما حصلتش في اوروبا ان اسعاف او مطاف تيجي في دقيقتين، على الاقل خمس او 10 دقائق حتى لو شغل السرينه. أيوة دول طالعين ياخدوا اللقطه. اتكلموا عن التامين الصحي في مصر، لان حاضر. الدكاتره غشاشين، والدواء معمول تحت السلم، ومناقصات ادويه كفيل كبير. انا لما احنا بس يا استاذ وسام مش عايزين نعمم، يا ابو اسلام مش عايزين نعمم، ان احنا نقول انا اسف والله يا استاذ علي، الاسماء كتيره ودخلت معايا في بعضها، معلش يا استاذ علي، انا بس بقول لحضرتك ان احنا ايه يعني لما نيجي نقول الدكاتره غشاشين ده غلط، لكن نقول في بعض الاطباء ما عندهمش ضمير. تمام، نرصد الحاله ونحط ايدينا على موطن الداء، وساعتها نقدر نوصف الدواء باذن الله بشكل كويس جدا. بشكرك شكرا جزيلا.